وطن أمانة متعايش بأحضانة هذا الوطن أمانة متعايش بأحضانة حدد مصيرة بيدة حدد مصيرة بيدة خل صوتك مكانة خل صوتك مكانة مصير بيدا حدد مصير بيدا خل صوتك مكانا 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 مشاهدي ومتابعي قناة الموصلية الفضائية أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صوتك بمكانه. ضيف هذه الحلقة الأستاذ المحافظ أثير النجيفي محافظ نينوى أحد قادة تجمع عراقي الوطني. أهلا وسهلا سهل. أهلا وسهلا بكم. خل صوتك بمكانه أستاذ أثير، راح نبدأ أول ما نبدأ بموضوع خدمات محافظة نينوى. تقريبا عام على استلامكم الحكم والمحافظة من بعد الانتخابات اللي أجريت العام الماضي، محافظة نينوى تعاني في السنوات الأخيرة من سوء الخدمات الموجودة فيها. هناك محاولة لإعادة إعمار المشاريع، لإعادة ترميم البنى التحتية في محافظة نينوى، إعادة الخدمات إلى محافظة نينوى، لكن بنفس الوقت نلاحظ إهمال من قبل الحكومة المركزية إلى محافظة نينوى. في الفترة الأخيرة لاحظنا توجه من قبل القادة في الحكومة المركزية لمحافظة نينوى، لكن مع هذا محافظة نينوى ما زالت تعاني الكثير. رأيك أنت وتعليقك بخصوص موضوع الخدمات والإهمال من قبل الحكومة المركزية لمحافظة نينوى؟ الحقيقة محافظة نينوى خلال السنين السابقة كانت مهمشة كثيرا من الوضع العراقي، ولم يكن هناك أي اهتمام من قبل الحكومة المركزية بوضع محافظة نينوى. وبعد فوز قائمة الحدباء استطعنا حقيقة أن نعيد بعض المكانة لمحافظة نينوى أمام الحكومة المركزية وأمام العراق، لكن هذا الوضع لن يستكمل إلا أن يكون هناك تغيير في الحكومة المركزية في بغداد. لا شك أن الحكومة المركزية في بغداد كانت قد سارت خلال السنوات الماضية باتجاه يتقاطع أحيانا مع مصالح محافظة نينوى. خلال سنة 2009 الميزانية الاستثمارية للوزارات العراقية، كما هو معلوم أن الميزانية تقسم إلى قسمين، قسم تستثمر من قبل الوزارات في جميع المحافظات، وقسم يقسم إلى تنمية الأقاليم ويرسل إلى المحافظات لاستثمارها داخل المحافظة. هذا القسم الذي يجب أن يقسم في بغداد من قبل الوزارات حسب الدستور يجب أن يقسم بنسبة 11% لمحافظة نينوى حسب الحصص السكانية، النسبة السكانية للمحافظة. عام 2009 المعدل الذي حصلت عليه محافظة نينوى هو 1.39%، يعني حوالي عشر استحقاقه. طبعا هذا شمل جميع الوزارات بلا استثناء، عدد كبير من الوزارات كان استحقاقه صفر، يعني ما حصلت عليه من خدمات كان صفر مقارنة بال يعني حصتها التي يجب أن تحصل عليها. الحقيقة هذا الإهمال الكبير الذي عانت منه محافظة نينوى في هذا الموضوع تسبب في نقص كبير في الخدمات الاستراتيجية الكبيرة، لأنه كما هو معلوم أن الوزارات تقوم بالمشاريع الرئيسية الاستراتيجية، أما ما يرسل إلى تنمية الأقاليم فهو فقط المشاريع الصغيرة التي يكون رأس مالها أو كلفتها أقل من 50 مليار دينار. فمع هذا نحن في محافظة نينوى استطعنا خلال هذه السنة عام 2009، رغم أنها كانت سنة جديدة علينا ولم نشأ أن نحدث تغييرا كبيرا في التغييرات الوظيفية الموجودة في المحافظة والاعتماد على نفس الموظفين الذين كانوا سابقا، مع هذا استطعنا أن نحيل 100% من مشاريع خطة تنمية الأقاليم، ولكن من الخطة الاستثمارية
من الحكومة المركزية كما ذكرت حصتنا كانت 1.39%، وهذا حقيقة نقص يسجل على التخطيط في العراق، ويسجل على الحكومة المركزية أنها أهملت محافظة نينوى، وأقول تعمدت في إهمالها، لأن هذا لم يكن فقط في عام 2009 بل كان أيضا في الأعوام التي سبقتها. ولو أردنا أن نذكر التفاصيل في موضوع حصة محافظة نينوى من الميزانية، وكما قلت المفروض حصتها 11% حسب عدد سكانها، في وزارة البلديات والأشغال كانت حصتها 5.79%، وزارة التعليم العالي 5.53%، في الموارد المائية 4.3%، و83%، في التجارة 3.68%، في الاتصالات 2.75%، في الإعمار والإسكان 2.06%، في الكهرباء 1.75%، في مجلس القضاء الأعلى 1.5%، يعني حتى في مجلس القضاء الأعلى لم ينصفنا في مشاريعه، في الداخلية 1.5%، في الثقافة 0.84%، في الزراعة 0.80%، في النقل 0.65%، في الصحة نصف في المئة، في العمل والشؤون الاجتماعية 39%، 0.39%، في المالية 0.28%، في الدفاع 0%، في العدل 0%، في التربية 0%، في الشباب والرياضة 0%، في النفط 0%، في التخطيط والتعاون الإنمائي 0%، لم يكن هناك أي مشاريع لوزارة التخطيط في محافظة نينوى، في الصناعة والمعادن 0%، في العلوم والتكنولوجيا 0%، في البيئة 0%، في الهجرة والمهجرين أيضا، وفي حقوق الإنسان 0%. المجموع الإجمالي 1.34% من أصل 11% التي هي حصة محافظة نينوى. هذا يمثل غبن كبير لحق في محافظة نينوى خلال عام 2009. بالتأكيد في عام 2010 لم يستطيعوا، وأقول لم يستطيعوا، أن يفعلوا ما فعلوه في محافظة نينوى في السنين السابقة، لأن الوضع في محافظة نينوى تغير، ولأن الحكومة المحلية في محافظة نينوى أصبحت قادرة على المطالبة بحقوقها. ولكن هذه المطالبة كما ذكرت هي مطالبة من جهة واحدة وضغط على الحكومة المركزية، واستطعنا من خلال هذا الضغط والتواصل أن نغير شيئا من ذلك، ولكن الاستكمال الكامل لحقوقنا لن يتم إلا بتغيير رئيسي في بغداد. أستاذ أثيل، مادة 140 في الدستور حددت أو لمحت إلى أن تكون كركوك هي من المناطق المتنازعة عليها، لكن مع هذا نلاحظ أن إقليم كردستان العراق يعتبر أجزاء كثيرة من محافظة نينوى، 16 وحدة إدارية تقريبا في محافظة نينوى ضمن المراكز أو ضمن المناطق المتنازعة عليها، يسميها البعض متعايش عليها أو متنازع عليها، لكن هي واقعيا تحت إمرة أو تحت سيطرة قوات حرس الإقليم البيشمركة. إلى الآن لم نلاحظ خلال السنوات الماضية مجلس النواب شرع أي قانون لحماية تلك المناطق أو لإعادتها إلى محافظة نينوى اللي هي إداريا تابعة لمحافظة نينوى. برأيك سبب إهمال لهذا الموضوع وعدم الاكتراث بهذا الموضوع، خاصة أن سمعنا في التصريح من سيد نوري مالك فترة من فترات أن قوات حرس الإقليم إذا خرجت شبر خارج مناطق الإقليم تعتبر ميليشيات، لكن مع هذا القوات مسيطرة، يعني حتى حضر جنابك مريت لحاولت أو عند دخولك إلى قضاء تلكيف محاولة اغتيال حصلت لك في ناحية وانا. برأيك أنت سبب الإهمال لهذا الموضوع من قبل الحكومة المركزية؟ لا شك أن موضوع الأكراد هو ليس بالموضوع السهل، هو موضوع معقد أقلق الدولة العراقية منذ عام 1941، وبقي كموضوع يتفاعل دائما ويتصاعد أوقات ضعف الدولة العراقية ويضعف أوقات قوتها. لو عدنا إلى التاريخ وجدنا أن في عام 1941 عندما
حدث ثورة رشيد علي الجيلاني وضعفت الدولة العراقية بالاحتلال الثاني الإنجليزي للعراق، وانهارت بعض كثير من مؤسسات الدولة. نشأت هذه الحركة في شمال العراق واتسعت لتأخذ مجالا كبيرا، ثم انهارت هذه الحركة عام 1947 وتكررت في أوقات متعددة. لا شك أننا إذا أردنا أن نفكر في حل هذه القضية علينا أن ننظر أولا إلى وجود التوازنات الحقيقية. عندما نتحدث عن المادة 140 أو لا نريد أن نحشر كركوك أو غيرها من المناطق أو حتى القضية إقليم كردستان ضمن الدستور في هذه المرحلة، فإننا لا ننتقص بذلك من حقوق إخواننا الأكراد أو نريد أن نقلل من أهمية وجودهم في العراق، وإنما نعزي ذلك إلى الوضع غير المستقر للعراق حاليا. أي مكسب يحصل عليه الأكراد في هذا الوضع الذي نشعر به أنه وضع غير مستقر وقد حصلوا عليه بجهد الاحتلال وليس بحكم التوازنات الطبيعية في البلد، نحن نعتقد أن هذا الوضع سينقلب عليهم في المستقبل وسيعيد مرة ثانية الكرة إلى صراعات أخرى عندما يزول الاحتلال ويستعيد البلد عافيته. لن يقبل العراقيون بأي مكسب لا يمثل حقيقة واقعة على الأرض. هذه المناطق التي يتحدثون عنها في محافظة نينوى معظمها لا يسكنها أكراد، بل أقول جميعها لا يسكنها أكراد. الساكنون في هذه المناطق هم إما من العرب أو من الأقليات الأخرى، سواء كانوا مسيحيين أو كانوا يزيدية أو شبك، كلهم قوميات أخرى وأجناس أخرى إضافة إلى العرب المتواجدين معهم. ما الذي يحرص على تأكيده الإقليم؟ إقليم كردستان في هذه الفترة الإقليم يحرص على تأكيد بأنه هو القادر على حماية هذه الأقليات وإعطاء صورة مشوهة أن العرب هم مجموعة من الظلمة ولا يستطيعون حماية أي أقلية أو هم يظلمون الأقليات. هذه الصورة المشوهة التي روج لها خلال فترة الاحتلال جعلت بعض سكان هذه المناطق يميلون إلى اللجوء إلى الحماية بأي ثمن كان،